الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. وبعد أيها الإخوة، نحن الآن بصدد توزيع 50 مصحفا للحاجة عطيات محمد شريف أم محمد حفظها الله تعالى. 50 مصحفا هي بهذا الشكل، مقسمة على 5 أقسام، كل ارتفاع به 10 مصاحف. بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنقوم بتوزيعها هنا لحفظة كتاب الله بخلوة عمر بن الخطاب لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعم أيها الإخوة، كما ذكرنا 50 مصحفا للحاجة عطيات محمد شريف أم محمد حفظها الله تعالى. الآن تبدأ عملية توزيع 50 مصحفا للحاجة عطيات. نعم، هكذا نشاهد أيها الإخوة عملية توزيع 50 مصحفا للحاجة عطيات. بدأت عملية توزيع 50 مصحفا، الأعداد كبيرة جدا. نسأل الله وكذلك نرجو من المتبرعين تقديم المزيد لهم إن شاء الله. نعم، هكذا أيها الإخوة، الحمد لله تم الانتهاء من توزيع 50 مصحفا للحاجة عطيات محمد شريف أم محمد حفظها الله تعالى، هنا لحفظة كتاب الله بخلوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إن شاء الله أيها الإخوة، 50 مصحفا بهذه الأعداد تم توزيعها، لكن نريد أن ننوه بأن 50 مصحفا ليست كافية، لم تكفي لهذا العدد الكبير من الطلاب. نظرا هنا لذلك أيها الإخوة، نريد منكم تقديم المزيد لهذه الخلوة، الأعداد كبيرة جدا. نعم، 50 مصحفا ليست قليلة في أجرها إن شاء الله، لكن نريد المزيد لهذه الخلوة. جزا الله الحاج عطيات خير الجزاء على هذا العمل الإنساني، سائلين المولى أن يجعله في ميزان حسناتها يوم تلقاه إن شاء الله.